طبعا اليوم نحن متواجدين في منار السعديات احتفاء بقمة اللغة العربية الدورة الأولى منها. طبعا نحن خلال الفترة الماضية يمكن خلال اكسبو قمنا بأول قمة اللي هي القمة الافتتاحية، ونحن شغالين طبعا على الملفات المهمة ومخرجات القمة الافتتاحية في هاي المرة. طبعا نحن اليوم متواجدين مع أكثر من 30 خبير ومفكر على مستوى العالم في مستقبل اللغة العربية. وطبعا نحن مهم جدا نحن بالنسبة لملف اللغة العربية، لأن يكون ملف استراتيجي مرتبط بملف الهوية، مرتبط بملف الفنون، مرتبط بملف التعليم. فطبعا اليوم مهم جدا نحن نطلع على أهم العناصر اللي ممكن تأثر على لغتنا من ممارسات، من معارف، من غيرها، اللي ممكن فعلا تفيدنا نحن نضمن اللغة العربية في أجيال نسب الجاية إن شاء الله. ما يوحدنا في المنطقة العربية هي اللغة، من الخليج إلى المحيط هذه اللغة العربية هي التي عنصر التوحيد، هي التي تجعلنا عربا بناء على مفهوم الحديث الشريف، ليست اللغة العربية لأحدكم بأب ولا أم، إنما العربية لسان، فمن تكلم العربية فهو عربي. فالعربية لسان، الذي تكلم عربية هو عربي، هذا المعنى اللي يجعل اللغة هوية. أما العرقيات وغيره فكل عرق له عرقيته، ما حد يلغي العرقيات الأمم والشعوب الذين في المنطقة، لكن الشيء الذي نجتمع عليه هو اللغة، وهذه اللغة تجمع ولا تفرق، بمعنى أنها ليست ضد أي لغة أخرى، ليست عرقا ضد عرق آخر، هي عنصر اتحاد واحد، يعني سواء الأمازيغ، الأكراد، التركمان، الشعوب التي عندنا في المنطقة، يعني شعوب أعراق أخرى ليست أعراق عربية من حيث الأساس، يعني الأساس الذي تنتمي له هذه الفئة، لكن كلنا ننتمي إلى اللغة نفسها. وبما أن اللغة هي التي توحدنا من المحيط إلى الخليج، هي عنصر وحدتنا، بقية العناصر نحن متنوعون، كل واحد له تنوعاته الخاصة، كل واحدة لها تنوعاتها الخاصة. ففي حالة اللغة هي حالة توافق، في حالة القضايا الأخرى هي حالة تنافر. يعني نعم هي حق لكل أحد، لكن أحيانا الحقوق مع الحقوق تتصادم ويحصل صدامات، لكن بالنهاية الشيء الذي لا صدام فيه ولا حروب فيه هي اللغة. اللغة لم تكن سببا لأي حرب كانت في التاريخ كله على الإطلاق، اللغة العربية لم يشهد التاريخ قط أن أحدا قاتل أحدا بسبب اللغة العربية، يتقاتلون بسبب مذهبيات، طوائف، عقائد، إلى آخر السياسات، إلى آخر، لكن لا يتكلمون فيما يخص اللغة. فاللغة عنصر توحيد، وبالتالي هي الهوية التي لا خلاف عليها، وأنا أقول الهوية وليس الهوية، لأنها تعود للذات وليس للآخر.